هل تستطيع بورصة جديدة أن تسحب البيسات من تحت نيويورك ستوك إكسشينج أو حتى ناسداك؟ هذا هو السؤال الأبرز. يبدو بأن المنافسة ستكون جدا صعبة، ونتحدث عن بورصة جديدة في تكساس. الخبر يتعلق بتي اكس اس اي، هذه المجموعة المدعومة من بلاك روك وأيضا سيتاديل سيكيورتيز التي جمعت 120 مليون دولار لتأسيس بورصة في تكساس. وسيتم الخطة بأنه بالعام 2025 سنشهد أول تريد في هذه البورصة، وفي العام 2026 سيكون لدينا أول ليستنج، أول آي بي أو في هذه البورصة. الأهداف بشكل أساسي هي جذب منتجات متداولة في البورصة، معالجة تكاليف الامتثال ما يعرف بالكومبلاينس كوست، لأنه الكومبلاينس كوست بنيويورك ستوك إكسشينج أو حتى بناسداك هي جدا مرتفعة، وبالتالي تحاول هذه البورصة الجديدة التي يتم العمل عليها في تكساس أن تقوم بجذب شريحة من الشركات التي تجد بأن تكاليف الامتثال أغلى ومرتفعة بشكل أكبر في البورصتين الأخريتين. أما بما يتعلق بجذب الشركات التي ترعاها أسهم الشركات الخاصة في المنطقة، وطبعا هي تسعى إلى جذب. المشكلة بشكل أساسي تتعلق بالمنافسة وقدرة بورصة تكساس الجديدة على أن تسحب التريدينج فوليومز من نيويورك ستوك إكسشينج. في خلال شهر مايو من هذا العام 20% من الأحجام التداول بالنسبة للأسهم الأمريكية كانت عند نيويورك ستوك إكسشينج، و 15% منها بناسداك. عندما تم تأسيس نيويورك ستوك إكسشينج وناسداك، تم دمج بورصات أخرى كانت موجودة قبلهما مثل فيلادلفيا ستوك إكسشينج وبوسطن ستوك إكسشينج، كلها اختفت واندمجت تحت هذه المظلة الكبيرة، وبالتالي نحن نتحدث عن سوق جدا صعب، المنافسة فيه جدا صعبة، إمكانية جذب الشركات ستكون أيضا مهمة صعبة بالنسبة لهذه المجموعة الجديدة والحديث عن البورصة الجديدة. هذه القيمة السوقية للشركات المدرجة في كل من ناسداك ونيويورك ستوك إكسشينج، وطبعا فورة الذكاء الاصطناعي هي من دعم بشكل أساسي هذا الصعود القوي بالنسبة سواء لنيويورك ستوك إكسشينج أو حتى بالنسبة لناسداك. هذا هو عدد الشركات المدرجة التي نتحدث عنها اليوم بالنسبة لناسداك وأيضا بورصة نيويورك. والسؤال الأبرز سيكون كيف بالإمكان أن تستطيع بورصة جديدة في تكساس أن تجذب شريحة الشركات إليها في الوقت الذي نشهد هذه الهيمنة الكبيرة من بورصة نيويورك أو حتى من ناسداك؟